مرحبا بكم في برنامج اتجاهات الصحافة، ونطالع في حلقة اليوم الحوار وتصورات لمرحلة ما بعد الاتفاق، المخاوف من العنف وسبل معالجته، جدل حول تحركات حكومة اثني ومساعيها. نبحث هذه الموضوعات مشاهدينا وغيرها مع ضيفينا في الاستوديو، استاذ علم الاجتماع بمعهد الدوحة للدراسات العليا استاذ مولدي الاحمر. استاذ الاحمر اهلا بك. اهلا بك. على الرغم من بوادر الأمل التي عبر عنها المتابعون لجولات الحوار الجديدة بقرب التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء، ما زالت مخرجات الحوار المحتملة وطريقة تسيير ما بعد الحوار تمثل محل خلاف، لا سيما فيما يتعلق بتقسيم السلطة بين الطرفين المتنازعين وإدارة البلاد في ظل ما تعيشه من تخبط في الأوضاع السياسية والاقتصادية. نقل موقع صحيفة البلاد اليومية الجزائرية في تقرير عن القيادي البارز في حزب الوطن الليبي الذي يقوده عبد الحكيم بالحاج جبريل شعيب زوي قوله على هامش الجولة الثانية من الحوار الليبي الجاري بالجزائر إن الفرقاء الليبيين يتفقون على نقطة واحدة، وهي ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أنهم يختلفون في نقطة أهم وتتعلق بمن سيقود السلطة التشريعية في ليبيا ومسألة تعديل الدستور. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف إن الجميع متفائل بقرب التوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف، مضيفا أن هذه الجولة شهدت مشاركة أسماء سياسية وحزبية لم تكن حاضرة في جولة مارس. وكشف بن علي الشريف أن أول الأصداء من المناقشات والتقييمات الخاصة بالجولة السابقة تفيد بأن الخروج باتفاق بات قريبا. من جهة أخرى، نقل عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون قوله: نحن نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وأستطيع القول أننا صرنا أقرب إلى الحل من أي وقت سابق، واجتماعنا هذا يكتسي أهمية كبيرة لأنه يعتبر المحطة الحاسمة في هذا المسار. تطرق الدبلوماسي الليبي محمود محمد الناكوع في تحليل على موقع صحيفة الشرق الأوسط إلى المفاوضات الجارية بين الفرقاء الليبيين في مدينة الصخيرات المغربية والتحديات التي تواجهها. وقال الناكوع إن المجتمع الدولي يبدو أنه قد أدرك أخيراً الخطأ الذي وقعت فيه دول التحالف بعد سقوط نظام القذافي، وهو خطأ الانسحاب السريع دون تأمين الوضع الجديد ودون وضع خطة لنزع السلاح. وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة تحركت منذ عدة أشهر بدعم دولي قوي لإيجاد حلول سياسية بين أطراف الصراع، مستعملة كل الوسائل الممكنة والمسموح بها من قبل مجلس الأمن، وذلك بعد أن عرفت البلاد نحو عامين ونصف العام من التخبط الأمني والسياسي والاقتصادي. وأوضح أن من يتابع المعارك الإعلامية والحوارات التلفزيونية يلاحظ أن التعنت وغياب السياسات الحكيمة ما زال مسيطرا على الخطاب العام فضلاً عن أعمال الاقتتال، وهنا تقع بعض المسؤولية على المجتمع الدولي بكل أطرافه الإقليمية. أبدأ معك أستاذ المولدي المحور الأول. صحيفة البلاد الجزائرية نقلت عن بالحاج قوله إن الفرقاء يتفقون على نقطة واحدة أو نقطة، وهي حكومة وحدة وطنية، فيما يختلفون في نقطة أهم وهي السلطة التشريعية. هل تعتقد أن هذا الخلاف من شأنه أن يقوض يعني مجهودات الحوار من جديد؟ قبل كل شيء خلينا ننتبه إلى مسألة مهمة. ما جلب الانتباه بالنسبة لي هو هذه المسارات الثلاث للحوار الليبي. الذي يهمنا هو الأماكن التي تجري فيها هذه الحوارات، المغرب والجزائر وأعتقد مستقبلا مصر. والمسألة الثانية هي الأطراف التي تتحاور في كل مسار. في الصخيرات نجد أنه ما تبقى مما يمثل السلطة في المنطقة الغربية وفي المنطقة الشرقية. في الجزائر نجد أحزاب وشخصيات. فيما سيحدث من المتوقع في مصر قبائل ورؤساء بلديات. الحلقات بين هذه القوى الثلاثة تبدو لي مفقودة.
وقرأت اليوم أن أحد ممثلي القبائل الذين سيجتمعون في مصر قال بأن هذا الاجتماع يعني أن السياسيين قد فشلوا وأن الأحزاب في حد ذاتها فشلت ولا تقدم شيء إلى ليبيا. إذن المسألة في حد ذاتها بالنسبة لي فيها يعني هذه المسارات الثلاثة ربما تضيف شيئا من التعقيد، ولو أن ممثل الأمم المتحدة يقول بأنه سيجري فيما بعد توحيدها، معناها أننا ستكون لنا جولات أخرى في الاتفاق على ما اتفق عليه افتراضا في كل مسار. نعم. أنا بالنسبة لي هذا يعني يقلل إلى حد ما من حظوظ النجاح، لكن أعتقد أن ما حدث في الجزائر أن يتقابل السياسيون وهم مختلفون من مشارب مختلفة، وكما قال الممثل الأمم المتحدة أن يجلسوا مع بعضهم وجها لوجه ويتحدثوا، ويعني هذا أنهم تغاضوا عن خلافات كنا نعتقد أنها ستكون لن تجمعهم أبدا، ولكنهم استطاعوا أن يتجاوزوا هذه الخلافات واجتمعوا واعترف كل بالآخر على الأقل من الناحية الشكلية. أعتقد أن هذه خطوة مهمة ربما تساعد الأطراف في المغرب على المضي. لكن للجواب الدقيق على سؤالك، أعتقد أنه النقاش في موضوع الجانب التشريعي هو أهم نقاش سيجري، وأظن أنه أصعبه، لأنه يعني أن كلا الطرفين سيعترف بأنه لا شرعية له، انتهت صلوحيته، وانتهاء الصلوحية لكلا الطرفين له انعكاسات كبيرة وخاصة في المنطقة الشرقية. طيب في هذه النقطة تحديدا، يعني بمعنى مع تشبث الأطراف بمواقفها، كيف يمكن الوصول إلى حل وتوافق وطني؟ هو الوصول إلى حل هو قدر الليبيين، يعني الذين اجتمعوا هناك إذا يعتقدون أنهم يجتمعون من أجل الخطابات فهم مخطئون جدا، وأعتقد أنهم يضعوا أنفسهم في طريق الخطأ، وربما تخرج مجموعة أخرى تتجاوزهم. الذي يذهب إلى حوارات من هذا النوع تحت إشراف الأمم المتحدة وبمساعدة بلدان الجوار يجب أن يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه، وينتبه إلى أن الاستمرار في هذه الحالة دون الاتفاق يعني الخسارة، المزيد من الخسارة ومزيد من الابتعاد عن الحل، وستخسر ليبيا كثيرا. وقد يبرر ذلك أصوات تنادي بالتدخل. طيب بمتابعتك لجلسات الحوار في الجزائر، يعني كيف، يعني ما الذي أضافته هذه المحادثات تحديدا، وخصوصا مع مشاركة جديدة لبعض الأسماء السياسية والحزبية؟ الإضافة الرئيسية في رأيي، يعني سنرى فيما بعد ما هي نتائجها، ولكن الإضافة الرئيسية هو أن يجتمع فرقاء، وهذا يعني أنهم اعترفوا بأنفسهم كأطراف وأنهم لا يمكن إلغاء بعضهم البعض. هذا شيء مهم، واتفقوا على نقطة مهمة حسب البيان الذي، يعني نقاط البيان، أنا لم أقرأ البيان كما صدر بالضبط، ولكن ما أوردته الصحف حول ما اتفقوا عليه، أن يتفقوا ضد الإرهاب، وأن يتفقوا على أنه لا بد من حكومة توافق وطني، وأن يشرعوا، ليس كلاما، وأن يشرعوا، يقولون بأنهم سيشرعون. أعتقد أن أحدهم قال أنه في خلال 3 أسابيع سيصلون إلى هذه النتيجة. هذا أفضل من أنهم يجتمعوا منذ أشهر وينفضوا بدون أي اتفاق. هذا تقدم ولو أنه طفيف، ولكن رحلة 1000 متر تبدأ بخطوة. طيب الدبلوماسي الليبي محمود النكوع قال أن المجتمع الدولي أدرك خطأه، وهو انسحابه يعني من بعد ما سقط القذافي. يعني ما الموقف الذي تتوقعه أو تتوقع أن يتخذه المجتمع الدولي في حال توصل الأطراف إلى اتفاق وتفاديا للخطأ الأول؟ عندما نقول المجتمع الدولي، من معناها؟ الأمم المتحدة
وخاصة القوى الإقليمية، القوى الدولية بطبيعة الحال، يعني أمريكا على رأس هذه القوى، ولكن القوى الدولية، القوى الإقليمية لها أهمية كبيرة، والدليل على ذلك مكان الاجتماعات وكيفية تنظيم. أعتقد أن القوى الدولية من حقها أن تنبه الليبيين أن صبرها نفذ وأنها لا يمكن أن تسكت على من يعطل، معناها من لا يتنازل. نعم. أوكي؟ ولكن لا أظن، على الأقل في المدى المنظور، أن التدخل الدول في ليبيا ستحسن من الوضع الحالي، التدخل المباشر يعني من أنواع يعني تدخل عسكري أو لا أظن ذلك، لأن لا تونس ولا الجزائر وأعتقد لا السودان حسب ما قرأت في الصحف ترى من مصلحتها أن هذا الحل ممكن، ولذلك القوى الدولية عليها بالمثابرة والصبر إلى أن تصل إلى حل. نعم، ابقى معنا أستاذ المولدي، وأنتم مشاهدين اتجاه الصحافة متواصل. تتعدد الحلول والمقترحات لتطويق مسألة الهجرة غير القانونية وتفشي ما تسميه بعض الأطراف الغربية بالإرهاب في صفوف الشباب، ومن بين تلك الحلول يتصدر الحوار وإيجاد مشاريع إنمائية، فضلا عن معالجة المشكل من جذوره قائمة الحلول المقترحة من قبل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي الذي بات في المدة الأخيرة يولي اهتماما أكبر لما يسميه بالإرهاب على خلفية مخاوفه على مصالحه بامتداده إلى حدود الدول الأوروبية. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير عن مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني خلال اجتماع دول حوض المتوسط ببرشلونة أملها في تعزيز التعاون بين أوروبا ودول الضفة الجنوبية للمتوسط لمكافحة الإرهاب والتطرف الإسلامي بين الشبان. وقالت المسؤولة الأوروبية: إذا أردنا وضع حد للإرهاب الجهادي يجب التوجه إلى جذور المشكلة وتشجيع الحوار الثقافي بين الأديان. وأضافت الدبلوماسية الأوروبية أن كافة دول المنطقة تواجه وضعاً أمنياً هشاً بسبب عدة نزاعات مسلحة خصوصاً في سوريا وليبيا، مؤكدة ضرورة قيام حوار ند للند ومباشر أكثر وأقل بيروقراطية. وأضافت: علينا أن نستمع أكثر، معربة عن الرغبة في تنظيم اجتماع وزاري من هذا النوع سنوياً. ويعتزم الاتحاد الأوروبي استغلال نحو 16 مليار يورو من ميزانيته المقبلة في سياسة الجوار، يخصص ثلثها لدول جنوب المتوسط بهدف تمويل مشاريع ملموسة للتنمية بغرض القضاء على الفقر والتهميش، أحد الأرضيات الخصبة للإرهاب بحسب مصدر دبلوماسي. وقالت موغريني: إن أفضل طريقة للعمل معا من أجل أمن منطقتنا هي تعزيز التعاون في كافة المجالات مثل الأمن وفي مجال الاقتصاد والثقافة والسياسة أيضا. وأوضحت أنه في قلب الهموم المشتركة تصاعد التطرف بين شبابنا وزيادة عدد ممن يتبعون نداء الجهاد في شمال المتوسط وجنوبه. تطرقت الصحيفة الإيطالية ليترا كورانتي تري إلى استمرار تدفق المهاجرين غير القانونيين من ليبيا نحو إيطاليا خصوصاً الأيام الأخيرة، حيث وصل ما يقرب من 6000 مهاجر في 3 أيام فقط إلى الساحل الإيطالي بعد عمليات إنقاذ نفذها خفر سواحل، الأمر الذي زاد من قلق السلطات الإيطالية والمنظمات الإنسانية. وأفادت بأن تدهور الوضع في ليبيا واستمرار النزاع المسلح إلى جانب غياب أجهزة الدولة في مراقبة الحدود الشاسعة أدت إلى تفاقم تدفق المهاجرين غير القانونيين نحو السواحل الإيطالية، وهي تعد من الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى تعزيز جهودها الدبلوماسية من أجل حل الأزمة في البلاد. وحسب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، فإن سبيل الحد من الهجرة غير القانونية هو تحقيق الاستقرار في ليبيا. ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن إيطاليا اقترحت إنشاء مراكز لتجميع اللاجئين من إفريقيا في بلدان عبور التدفقات لإخضاعهم للفحوصات، ومن ثم توزيعهم بشكل عادل على 28 دولة أوروبية. وفي نفس السياق دعت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي موغريني إلى شراكة حقيقية بين الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية.
أستاذ المالدي، بداية تزايد مخاوف الأوروبيين على مصالحهم من توسع نفوذ ما يسمى بالإرهاب أو الجماعات المسلحة في البلاد، يعني هل تراها بحجم مواقفهم الحالية؟ هو هنا التقرير ربط بين الهجرة غير أو الهجرة السرية وتنامي الإرهاب. الهجرة ظاهرة سابقة عن الربيع العربي أصلا، والأوروبيون كانوا وضعوا مجموعة من القوانين ومجموعة من الإجراءات التي تحاول أن تحد منها. الجديد هو أن الدول التي يعني دول الربيع العربي فقدت إلى حد ما السيطرة على مراقبة هذه الظاهرة، إضافة إلى الإرهاب. ما يخيف أوروبا هو أن من سيأتي إلى لامبيدوزا في المستقبل أو الجزر الإيطالية الجنوبية بصفة عامة قد لا يكونون يبحثون عن العمل، إنما من أجل يعني أهداف أخرى متطرفة. لذلك زادت مخاوف أوروبا من هذه الظاهرة. طيب فيما يخص مخاوفهم من توسع نفوذ الجماعات المسلحة إليهم؟ بطبيعة الحال هم بالنسبة لأوروبا ما يهمها هو السلم، وما يهمها هما الاستقرار. ولذلك ساندت لسنوات طويلة كل النظم غير الديمقراطية التي كانت توفر السلم في هذه المناطق، وتريد بكل ثمن أن يعود الاستقرار لهذه البلدان. طيب وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن موغريني أملها في تعزيز التعاون بين أوروبا ودول المتوسط في مكافحة ما يسمى بالإرهاب، ما شكل التعاون المحتمل؟ يعني ما تكلم عنه التقرير هو يعني جانب من أو قسم يعني مالي الاستثمار، يعني أظن أن هذا عمل من الناحية الاستراتيجية. أوروبا لا تستطيع إلا أن تتعامل مع الجوار بهذه الطريقة، ولكن في الحقيقة هذه المقترحات الأوروبية لا تغير أي شيء من الواقع التهميش والفقر والبطالة في البلدان المغربية، لأن قضية العمل والهشاشة الاجتماعية والبؤر يعني أو الشروط الاجتماعية المنتجة للتطرف هذه تحتاج إلى ثورة هيكلية وليس إلى فتات من المال ربما تدخل في خانة يعني الضمير، يعني الشعور بالذنب إلى حد ما. طيب إيطاليا اقترحت إنشاء مراكز لتجميع اللاجئين من إفريقيا إلى بلدان العبور، هل ترى أن هذا سيحد؟ أين ستقوم بتجميعهم؟ هي يعني 28 دولة سيجتمعون في الفترة القادمة، ويعني واحدة من المواضيع هذه يعني. طيب ويعني هل ترى أن هذا سيحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية؟ لا، سيبقى دائما المتوسط كما كان محاولات للذهاب من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب في ظروف مختلفة. يعني هذه العملية لن تتغير ملامحها ومضمونها إلا بالنمو الذي يجب أن يحدث في الجنوب، لأن النمو الذي يحدث في الجنوب يغير من طبيعة الظاهرة، أي أن نذهب إلى أوروبا للتسوق وللسياحة وليس للعمل بالضرورة، أو أن من يذهب يكون مطلوبا من السوق الأوروبية والعكس بالعكس، لا يذهب من هو ليس له أي مهنة. طيب هل تعتقد أن الدول الأوروبية ستقبل بتوزيع هؤلاء المهاجرين غير القانونيين عليها؟ على البلدان الأوروبية؟ نعم، إذا فرضت عليها الظاهرة نفسها ستحاول أن تجد لها حلول ترقيعية. هذه ظاهرة يعني بنيوية ستستمر طالما أن الوضع في البلدان الجنوب مستمر على هذه الحالة. نعم، ابقى معنا أستاذ المولدي. مشاهدين اتجاه الصحافة ما زال متواصل. تثير التحركات التي يقوم بها كل من ثني وحفتر جدلا واسعا في الأوساط السياسية
ففيما ذهب البعض إلى أن تلك التحركات تتنزل في إطار طلب الدعم لحكومة الأزمة لمكافحتها ما أسمته بالخطر الإرهابي، يرى البعض الآخر أن خططهم أبعد من ذلك وتتركز بالأساس على أهداف أمنية وعسكرية أشمل، من بينها تدريب القوات التابعة للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل على الأراضي الأردنية. تطرقت العديد من وسائل الإعلام العربية إلى زيارة اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى الأردن، إضافة إلى ما قد يترتب عن تلك الزيارة من تنسيق، خاصة وأن الأردن لم يخفي دعمه للحكومة المنحلة في تبرق. وفي هذا الخصوص أشار موقع جزيرة نت إلى الاستقبال الحافل الذي حظي به اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر لدى زيارته للأردن، موضحا أنه فيما ذكرت مصادر أن الأردن لن يستجيب لطلبه بإعادة هيكلة الجيش التابع للحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل، أشارت إلى أن صانع القرار سيقدم قائمة من الخدمات لخليفة حفتر. وأشارت الجزيرة نت في تقرير أن الزيارة الرسمية المفاجئة التي قام بها اللواء الليبي المتقاعد إلى الأردن خلفت جدلا سياسيا واسعا على وقع تسريبات رسمية أشارت إلى أن حفتر سيطلب من عمان إعادة هيكلة الجيش التابع للحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل في تبرق وتدريب قوات موالية له على الأرض الأردنية. وأضاف الموقع أن استقبال حفتر أحدث جدلاً واسعاً في أوساط النخب والكيانات السياسية الأردنية، وظهرت المواقف المؤيدة والمعارضة للزيارة بشكل واضح عبر مقالات الكتاب والصحفيين، وبدت أكثر وضوحاً على منصات التواصل الاجتماعي. نقل موقع قناة روسيا اليوم في تقرير عن عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قوله إن حكومته ستعزز تعاونها مع روسيا في المجالات الاقتصادية، وخاصة في مجال السكك الحديدية والتنقيب عن النفط. وقال الثني خلال زيارته إلى موسكو: نحن نعيد النظر في بعض العقود التي وقعها النظام السابق في عام 2008 بحيث تكون في صالح الجانبين، مضيفا سيكون هناك تعاون وثيق مع روسيا وخاصة في المجال الاقتصادي في ميداني السكك الحديدية والتنقيب عن النفط. وكشف رئيس الوزراء الليبي أن حكومته ستطلب من الدول العربية مساعدتها في محاربة الإرهاب على أراضيها، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع المتطرفين، مضيفا أن هذا المشروع سيبحث في اجتماع رؤساء أركان الدول العربية الشهر المقبل، لافتا إلى أن ذلك لا يشمل إرسال قوات برية. أستاذ الأحمر، بداية، في أي إطار يمكن أن تصنف زيارة حفتر المفاجئة للأردن؟ أولا، سعى كل بلد مثل ليبيا عندما يفقد بلد قدرته على بناء القرارات المركزية واللي مبنية وفق استراتيجية، وتصبح قوى متعددة تأخذ قرارات بدون اعتبار الآخرين. ندخل في هذه الدوامة، يعني وزير دفاع يذهب إلى بلد آخر والطرف الثاني في هذا يعني المقابل في هذا البلد لا يعترف به أصلا كوزير دفاع. من هنا في هذا الإطار تبدأ الشكوك وتتطور كل التأويلات المتوقعة. ولكن حفتر كعسكري وفي حالة حرب، أظن أن ذهابه إلى الأردن يدخل في هذا الإطار، ليس لمناقشة صفقات اقتصادية وليست صفقات تعليمية. نعم. هو لمناقشة مشاكله في السلاح والعتاد. طيب. ولذلك موضوعه هو هذا. نعم. طيب، ما الذي يمكن أن تضيفه الأردن يعني من حيث تأثيرها على وفي المواقف الدولية تحديدا أو الدعم العسكري؟ أنا لا أدري هل المقصود بالضبط هو الأردن يعني كمكان أو كحكومة، ولو أنه استقبل يعني بشكل رسمي، ولكن دائما الأردن كان مكان للتدريب أو ل يعني أشياء أخرى. فهذه السفرات التي يقوم بها من هم في الأمن وفي العسكر وتحيط بها السرية لا يمكن أن نبني عليها تأويلا، إلا أنه يحتاج إلى دعم فني وعسكري وذهب يبحث عنه. نعم. طيب، أثني يزور روسيا،
لدعم حكومته في المجالات الاقتصادية. كيف تفسر تحركات حكومة الأزمة الدولية تزامنا مع جلسات الحوار؟ هل كان بدعوة روسية أو أنه ذهب من تلقاء نفسه؟ إذا كانت دعوة روسية هذا سهل الفهم، لأن روسيا الآن تريد العودة للمتوسط، وتريد أن وبالذات لليبيا لأنها كان لها تاريخ في العلاقات، هناك تاريخ العلاقات الليبية الروسية، وأنها تريد أن تكون طرفا أو على الأقل حاضرا في الحل الذي سأتمنى أن تصل إليه ليبيا. فلا يمكن أن تصل ليبيا إلى حل سياسي لمشاكلها دون أن تكون روسيا يعني قريبة على الأقل إلى حد ما من هذا الحل، وهذه سياسة خارجية روسية معقولة. نعم، نهاية الحلقة. أشكر ضيفنا في الاستوديو أستاذ علم الاجتماع بمعهد الدوحة للدراسات العليا مولدي الأحمر. وننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. تقبلوا تحية فريق البرنامج ومحدثكم علي نشوان، في أمان الله.